نروح مع الفن التشكيلي. اليوم ضيوفنا مميزين، قدروا يجمعوا شغلهم بكذا اختصاص وقدروا يبدعوا فيهم، ونتاج هذا العمل كان توج بزواج جدا جميل. ايضا بدنا نحكي عن هاي القصه اليوم كمان. اكيد يا رشا، حلوه هي التشاركيه اليوم بين الزوجين انه يكون عندهم نفس الاهتمامات، واليوم عم نحكي عن اهتمامهم بالفن التشكيلي. كلنا بنعرف انه الفن التشكيلي هو رساله قادر من خلال الفنان يوصل كثير من المشاعر، من الافكار، من المواضيع. اليوم رح نتعرف على فنانين تشكيليين قدروا يخلقوا بصمه مهمه بهذا المجال. بيسعدنا انه يكون معنا لليوم الفنان التشكيلي رأفت يوسف ايوب. صباح الخير. صباح. واكيد السيده زوجته الفنان التشكيلي السيده آية الطريف. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم. يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتكم. اليوم عم نحكي عن التصوير، عن الزخرفه، عن فن العماره، عن قصص كثير يعني ابداعيه جميله، ولكن الاجمل هو اجتماعكم مع بعض بنفس المجال بنفس العمل. اكيد واجهتوا نفس الصعوبات، واليوم حضرتكم زوجين. خلينا نتعرف عليكم اكثر، دراستكم، مجال عملكم. رأفت ايوب، خريج فنون جميله دمشق، قسم الرسم والتصوير. اهلا وسهلا. اهلا فيك. حضرتك آية الطريف، خريجة معهد فنون تشكيلية وتطبيقية، وحاليا مدرسة بالثانوية التجارية والمهنية بصحنايا. تمام. سيد رأفت، خلينا هيك تحكي بداية، ايمت بلشت مشوارك بالفن التشكيلي؟ هلا الصراحة مشواري كثير طويل، من عمر 5 سنين انا برسم، يعني كنت شوف الاولاد عم يلعبوا بالطابق انا كون كان مشوار ورقة وقلم عم ارسم. كبرت، تكبر شوي شوي، مثل اي شغلة صغيرة بتصير شغلة كبيرة وبتزهر. لا صار مجال لفت على كلية الفنون الجميلة، اخترت قسم الرسم والتصوير، وما اكتفيت طبعا بالرسم والتصوير، بكل مجالات الفن يعني بالنحت، بشتغل بالنحت، بشتغل بالجرافيك ديزاين، بالحفر، بكل مجالات الفن. بتحسها كلها يعني بتكمل بعضها. اليوم وقت الفنان ممكن نشوفه موجود بكذا مجال، ونحن عم نحكي عن المجال الابداعي، لهيك بجوز تنجح فيه. الفن كانك عم تقري كتاب، ما صح. فيك تاخذي من هون جمله ومن هون جمله ومن هون جمله، بدها تكمل بعضها، تكملي الكتاب كامله. طيب آية، بدي ارجع لعندك شوي. اليوم عم نشوف هيك اعمال يدويه جميله لحضرتك، هدول شغل آية، يعني ما بتشتغل مع رأفت، ما بتساعده؟ اجباري مسكين لاصق. على طول معي، ما بيتركني بكل شيء. طبعا خلينا نحكي عن هدول الاعمال، هوايتك فيهم. بس انا خريجة رسم، بس انا كتير بحب الاعمال اليدوية من انا وصغيرة، كتير بحب الشيء اللي عندي ناقص بالبيت ارجع كونه وزبطه، انه شيء مكمل يكون. فبعدين اتطورت الحالة معي انه صرت انا بعدين اشتغل ورد، كتير بحب الشغل بالفوم، متعتي صارت طالع لحالي قوالب واشتغل فيهم البيت، لتطورت صرت اعمل زينة بيبي، زينة عراس، زينة تخرج. بالمقابل لهي الزينة الموجودة قدامي. وهدول الوردات كتير دارجين اليوم، عم نشوف أشكال وألوان كمان. خبرينا قد بدك وقت لحتى تنجزي هي القطعة، من وين إجتك هي الفكرة، وكيف ممكن نحن اليوم نستفاد من هدول الورود بحياتنا؟ بس بشكل عام ما بياخد معي وقت كتير، كونه أنا أخذت إيدي على الموضوع. يعني الوردة الكبيرة حاليا ربع ساعة تقريبا، ثلث ساعة بتكون جاهزة. بالمقابل الأصغر للأشكال الصغيرة 10 دقائق. من شو مصنوعة؟ من ورق الفوم. من الإيفا. بالمقابل في بالكرتون كمان، بس الأجمل جمالية أكثر هو ورق الفوم. جزدان ليد. هدول تعليقات. أنا بالمقابل مو بس بشتغل هيك، بشتغل أعمال يدوية هي عبارة عن تطريز، عن تريكو، هاي الأشغال التعليقات البسيطة للأولاد كتير بحبوها. الألوان حتى اليوم بتجذب يعني نظر أي حدا فينا، يعني ألوان رائقة. رأفت، اليوم في عنا كمان شغل بالخشبيات حضرتك، يعني معلش هاي دي تقرب مني. أجا واحدة. طيب خلينا نشوف هدول دبابة يا طبعا هذا من ضمن المجال بالجرافيك ديزاين، شغلي على البرامج الكمبيوتر وقص الليزر، فتصميم بده كثير خيال، تخيل. بدك تتوافق القطعه مع القطعه، انت عم تشتغلي على 2D بده يصير معك شكل 3D. كمان من ضمن ما اكتفيت فقط بالرسم وبالنحت، فتعلمت على برامج الكمبيوتر
قد ايه فادتك بمجالك الابداعي وال الصراحه تخيل خيال اكبر خيال اوسع هدوء بالاعصاب اكثر طوله البال كل شيء جميل وقت نقول 3D يعني مشكله يعني اليوم انت امام تمام تصميم يعني مفروض كيف ما فتلته انا يعطيني الشكل اللي انت متخيله كفنان طبعاً. فاليوم السوشيال ميديا تكنولوجيا ساعدتكم باختيار اعمالكم اكثر يعني تقريبا ايه الواحد بينشهر دغري انه مثلا آية بتعمل هيك آية بتساوي هيك انه حكومة آية تعطيك الرأية فانا هذا كتير وبالمقابل طبعا على صفحتنا مرسم حرتقة مسحنايا كمان مننزل عليه كتير شغلات هيك حلو يدوي كمان إلنا تمام سيد دارق فتخلينا نحكي اليوم في للفن التشكيلي انواع نحكي عن هي الانواع لو سمحت هلا الفن التشكيلي له مدارس كثير يعني في مدرسه الواقعيه الانطباعيه شو اكثر شيء بتعتمدوا عليها اليوم ضمن عملكم؟ هلا هي اذواق ورغبات الشخص يعني اكيد وفي اشخاص مثلي يعني ما بتقيد بمدرسه معينه يعني انا برسم واقعي ما برسم غير واقعي او وحشي ما برسم غير وحشي لا حلو التنوع بالفن يعني ما يصير فيه هيك تعصب لشيء معين ليش عم تقول تعصب ليش ما يكون تميز اليوم لإلك يعني بمدرسة ما يعني اليوم رأفت متميز بهي المدرسة او مفروض يكون الفنان شامل لا هو يعني قلت لك هي اذواق ورغبات بالنهاية بس انه انا وين بحكم دراسه بكلية الفنون دكتورتي هيك الله يسعد اوقاتكم واوقاتها دكتورتي بثينه العلي تقول لي انت شخص لكل مجالات الفن يعني بتشتغل وحشي بتشتغل تكعيبي بتشتغل كلاسيكي نيو كلاسيك حلو هذا التنوع فالتنوع بشكل عام انا بحب التنوع يعني بحياتي يعني ما بحب اني خلص استقر يعني حتى برفض اني اتوظف مثلا لانه عندي قيود من 8 لـ2 او لـ3 فانا ما بكره القيود فلهيك خلص بحب الحريه دائما الفنان بحب الحريه تماما بحب ما يكون في سقف لابداعه ايه تماما وهي يوم عن يوم تتطور الاساليب تتطور الفكر غير مستقر اكيد خلينا ايه ننتقل لعندك ونعرف تفاصيل اكثر عن هدول كلهم من شغلك كلهم. خلينا نحكي عنه شو القطعه المميزه عندك اول قطعه اشتغلتيها شو اكثر شيء الناس اليوم بتطلبه منك اكثر شيء هلق زينه الورود طبعا زينه بالروضات بالمقابل زينه بيبي كثير زينه ابني شغل ايدي كلياتها وابني فنان صغير جدا وبيرسم كمان جدا رائع مثلنا كمان قد ايه عمره 4 سنين فرش البط عوام اليوم يعني من الجهتين من الام والاب يعني حدا بحب يساعد فانا كثير صار ميولي هسه مثل بكلات البنات بحبوا الالوان كذا فانا كمان عندي ميول بحب للخياطه كثير للتطريز كثير شغلات بس اكثر شيء الورد اكثر شيء زينه البيبي علب الضيافه يعني كثير عم تعمل تاثيرات بينطلب مني هاي الشغلات كثير الحمد لله تتعرف شوي لحياتكم الشخصيه واكيد اليوم في دمج ما بين العمل والحياه الزوجيه بتختلفوا اليوم بارائكم انه لو ان تقول لها رأفت لو انك عامي هيك كان طلعت اجمل او بالعكس بتقولي له لو انه الصوره راسمه باللون الفلاني كانت عطت اجمل ممكن تكون في هاي الانتقادات اللي ممكن تسمعوها لبعض او لون احكونا حاليا هي على مستوى صغير انه اللبس الثياب انه هي حلوه قلنا هي حلوه يعني انه يعني في توافقيه كثير بالالوان بالذوق بشكل عام يعني في توافقيه كبيره هو بحب يعطي اراءه بكل شيء بعمله يعني اي شيء بسويه انه ما بتنزع شيء اذا كان النقد سلبي شوي لا بالعكس هو على طول يعني بيعلمني على شغلات انه هيك احلى هيك اضبط هيك احلى طالعين هدول الالوان متناسقين اكثر من هذا بعدي كثير عنده هاي الموضوع وانا نفس الطبيعه يعني بتوجهي شوية خلينا نقول ملاحظات ايجابيه اليوم لإلهم ولا شغله ممكن؟ ايه شو يا رأفت على طول هي تعرفي مثل اي زوجه
فاجوار عند النقد، ولكن النقد بناء يعني بالنهايه بيكون مو نقد هيك انه اكيد بتقبلوا هيدا النقد. في اي مصلحه بتتقبل هيدي بتحس يعني في نماذج كثير مرقت بالحياه بتقول لك انه ممكن تكون من باب انه بده يكون احسن مني. نرجع للعقليه الشرقيه انه لا عم يحاول يفشلني يعني، ولكن اليوم قديش حلو هذا التوافق والتناغم الابداعي الزوجي الام انت ام وحضرتك ابو اليوم عم تخلقوا طفل يعني اكيد مبدع مثلكم. اكيد عم قلت لك يعني احنا بالنسبه للتوافقيه ما بعرف تعيدي سؤالك لو سمحتي. لا لا عم بقول قد ايه حلو اليوم انه يكون في هذا التناغم بيناتكم، انه نكون تسمعوا بعض. في ازواج ما بيسمعوا بعض، لا لا نحن بيعتبروها انه لا هي نقد هدام وليس بناء. تمام، هلا بطبيعه الفنان انه بيتقبل النقد السلبي قبل الايجابي. الفنان بشكل عام مو الكل طبعا بيتقبله، فنحن متعودين ومروضين انفسنا قبل ما نتزوج على الاشياء السلبيه. فهلا ما في الحمد لله ما في سلبيه بحياتنا ما في ابدا. هو كثير باخذ رايه بشغلات انه هيك، وهو الصراحه الدعم الكبير لي بكل شيء، يعني انا كثير هو بيدعمني بكل شيء انه اعملي ايسا ومو غلط، هاي مشروعك اللي انت بتحبيه وكملي فيه وانا كثير حابه طوره ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ايا ذكرتي يمكن خلال حديثك انه عندكم مرسم. ايه هيدا المرسم اليوم بتقوموا فيه دورات تدريبيه لاطفال او لشباب بمجال الفن التشكيلي ام لا؟ عم تفكروا للمستقبل انه توسعوا اكثر هيدا المشروع ضمن المرسم؟ هو زوجي بيعطي لامتحان قبول لكلية الفنون. حلو. كمان قبول مهندسة العمارة أكثر شيء. إسا شفتي يعني مشاريع كبيرة أو بدك تعطي كثير بدهم يعملوا امتحانات كثير مشان قبول الرسوم. قبول تماما. إيه تماما. حتى أطفال يعني أطفال عندهم موهبة بنسقل الموهبة تبعتهم، ما بخربطهم طبعا أفكارهم تحت 15 سنة. حلو. نعطي دورات بشكل عام، دورات رسم، دورات نحات، جرافيك ديزاين. طيب مشاركاتكم اليوم ضمن المعارض، هل عندكم مشاركات؟ هل رحتوا لمعارض؟ كان لكم تواجد لاعمالكم؟ انا عملت سنتين معرض اشغال يدويه، يعني كثير كانوا حلوين. فردي؟ ايه لحالي. ايه لانه كثير كان هو لروضه، وهلق عم بعمل حاليا كمان زيني لروضات بما انه بدايه العام. فشفتي الروضه بس يفوت الطفل بده يشوف الالوان، يعني ورد انه قص ورد كثير بينجذبوا الاطفال لهي الامور صدقا. طبعا. او بس يشوفوني عم بشتغل انه يا الله مس كثير حلو، واو انه مش حلوين الوردات. يعني واذا بتنتبهي هلق دارج كثير على الفساتين هيك ورد. فصدقا انه انا يعني انطلب مني انه انا بدي ورد لهالفساتين، بتقبلي تعملين لها بس بقماش؟ بس انا بشوفها ديزاين على كل القصص يعني كثير عامله ضجه. كثير حلوين. على بتعرفي تشتغلي؟ لا. انا بدي شي سنتين بتخلص معي. المهم النية ماشي. المهم نجرب يعني. اكيد يعني كنا كثير مبسوطين بوجودكم معنا لليوم. كنتوا معنا السيد رأفت والسيدة آية، شكرا لكم ولوجودكم. نتمنى لكم اكيد كل التوفيق بحياتكم. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم كمان على استضافتكم الحلوة كثير. اهلا وسهلا فيكم، بانتظار لقاءات جديدة. نشوف صور لإلك هيك، جبنا مجموعة من الصور يعني نستعرضها نحن وانتو. آية بدي اتشكرك هيك، بدي اتمنى لك يوم حلو. أمين. مزيد من النجاح اكيد. سيد رأفت اليوم انتو بتكملوا بعض، خليكم هيك ان شاء الله. اكيد. اهلا وسهلا فيكم. تسلمي يا رب.